هذا صحيح. بالنسبة لإسرائيل هي تعيش حال صدمة سياسيا وعسكريا وإعلاميا أيضا، ينعكس تماما هذا الأمر في الإعلام الإسرائيلي في الساعات الأخيرة، بالإضافة إلى ما أوردته عن نتنياهو وجالانت. تحدث الكثير من المسؤولين السياسيين الإسرائيليين أنه رغم هذه الضربة الموجعة التي تلقاها الجيش الإسرائيلي فإن عليه أن يستمر في الحرب على قطاع غزة حتى نهايتها، حتى تحقيق الأهداف. لكن هناك أيضا في المقابل بدأت تساؤلات عريضة حول ما حدث، ليس فقط حول الاستهداف بواسطة الصواريخ لهذه المنطقة. الأسئلة التي تطرح مثلا في موقع ولا الإخباري المحلل العسكري عمليا أمير بخبط يتساءل اليوم، هل يعقل بأنه بعد 109 أيام من هذه الحرب ما يزال القتال 600 متر عن المستوطنات الحدودية مع قطاع غزة في هذه الواقعة بالقرب من كيسوفيم؟ يقول نقلا عن مقاتلي الاحتياط في الجيش الإسرائيلي إن المنطقة الحدودية طوال الوقت تشهد قتالا بشكل أو بآخر، وبأنهم يرون المقاتلين الفلسطينيين في بعض الأحيان بأم العين. السؤال الآخر، لماذا لم تستهدف إسرائيل هذه المباني بالطائرات وليس تفخيخا كما ذهب الجنود وفعلوا عمليا في نهاية المطاف؟ هذه من بين التساؤلات التي تطرح في الإعلام الإسرائيلي حاليا. زياد، منذ بداية هذه الحرب والتباين والخلاف والصراع موجود داخل الأقطاب السياسية والعسكرية، هل يعني زاد هذا الصراع بعد هذا الكمين؟ ليس بالضرورة، لا خلاف داخل الحكومة الحرب الإسرائيلية على العمليات القتالية وإدارة الحرب من قبل الجيش الإسرائيلي، لأن ليس لهذا المستوى السياسي بديلا آخر، فقط الجيش الإسرائيلي هو من يقوم بهذه العمليات. لكن بدون أدنى شك بأن الخلافات عمليا قد تتعمق أكثر حول طبيعة المعارك الحالية. مثلا غانتس وأيزنكوت يدعوان الحكومة إلى ضرورة الانتقال الفوري وعدم المراوحة داخل قطاع غزة إلى المرحلة الثالثة، بمعنى شن هجمات محددة والخروج من قطاع غزة وعدم ترك القوات الإسرائيلية في مرمى النيران طوال الوقت، هكذا يفضل الرجلان. لكن نتنياهو في المقابل وجالانت يعارضان، يقولان بأنهما يحتاجان أسابيع إضافية للعمل خاصة في خان يونس جنوب قطاع غزة قبل الذهاب إلى المرحلة الثالثة التي ستقترن على ما يبدو بصفقة تبادل. قد تكون جزءا من صفقة التبادل وقف إطلاق نار لشهرين، انسحاب القوات وما إلى ذلك. طيب، أيضا أستثمر فرصة وجودك يا زياد وأسأل عن موضوع الوساطة. ما زالت هناك تصريحات حتى عن الخارجية القطرية تتحدث عن موضوع الوساطة أو استمرار الوساطة، ما الجديد؟ هذا صحيح جدا، هناك وساطة نشطة قطريا مصريا والولايات المتحدة أيضا في صلب الموضوع. الجديد ربما كان المقترح الإسرائيلي الذي نقل وسبق وعرجنا على بنوده، إطلاق سراح المدنيين ومن ثم المجندات ومن ثم الضباط والجثث، في مقابل إطلاق عدد كبير جدا من الأسرى الفلسطينيين من بينهم قادة في السجون، وسحب القوات الإسرائيلية ووقف إطلاق نار لشهرين تقريبا، لكن بدون أن تعلن إسرائيل وقف الحرب أو إنهاء الحرب. حماس تطالب بإنهاء الحرب.